قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية. 34 عاما على إعلان إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وحتى يومنا هذا يتسع جرح الفلسطينيين وتشريدهم عن ديارهم بقوة الإرهاب المنظم وإخضاع الباقين منهم للاحتلال والاضطهاد ولعمليات تدمير معالم حياتهم الوطنية الفلسطينية. في هذه المناسبة الوطنية أكدوا تمسكهم بحق تقرير المصير الذي تناضل من أجله الأجيال الفلسطينية المتعاقبة. نستذكر يوم الاستقلال الفلسطيني، يوم أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات عن قيام دولة فلسطين. هذا كان الدافع الرئيسي إلى انتقال عملية الصراع من الخارج إلى الداخل، وتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعدد كبير من أعضاء الأمم المتحدة، وهذا إنجاز تاريخي وسياسي للشعب الفلسطيني في هذا اليوم العظيم، هو عيد الاستقلال وإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني الذي دفع ثمنه الشعب الفلسطيني ضريبة الكفاح الوطني من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ونطالب الدول التي تؤمن وتنادي بحل الدولتين الاعتراف بدولة فلسطين. الفلسطينيون عبروا عن رفضهم لمخطط مجمع السفارة الأمريكية المقر إقامته في القدس، والذي سيقام على أراض فلسطينية تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني. في هذه الذكرى رحب الفلسطينيون بالقرارات التي تم التصويت عليها في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الدولة الفلسطينية، والتي تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ورفض الاستيطان وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم. وهنا نوجه مجموعة رسائل. الرسالة الأولى إلى المجتمع الدولي، حماية قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وخاصة القرارات الأخيرة التي صدرت عن الأمم المتحدة المتعلقة بماهية الاحتلال الذي يجب أن تكون صادرة عن محكمة العدل العليا. كذلك رسالة إلى الأمة العربية، التقدم لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، ورسالة الاستقلال هي رسالة وحدة وطنية لكل الفصائل الفلسطينية، أن نتوحد جميعا في مواجهة المشاريع التصفوية التي تهدد مشروعنا الوطني، خاصة ونحن أمام حكومة يمينية متطرفة سوف يشكلها نتنياهو في الأيام القليلة القادمة. تزامنا مع ذكرى الاستقلال، يسخر الاحتلال الإسرائيلي طاقاته في السيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية وهدم منازل الفلسطينيين وتجريف الأراضي الزراعية والتكثيف من إخطارات الهدم وقرارات الإبعاد لعائلات مقدسية، ليؤكد الاحتلال بذلك إصراره في عدم احترام المواثيق والقرارات الدولية. إعلان الاستقلال في 15 من نوفمبر عام 1988 جاء تتويجا لنضالات الشعب الفلسطيني الممتد منذ احتلاله، وأضاف قيمة معنوية وسياسية للنضال الفلسطيني الحاضر نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. عبد الهادي فرحات، لقناة اليمن اليوم، فلسطين المحتلة. We'll be right back.